شهيد نزف وعيد بشرى نصلاكي طابت عفين الشهباء عاشت اخوة الشعوب ليخن ليخن شربان ازادي ليخن ليخن عبالو ليخن هرجي 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 نبيك يا شهيد يا عفرين بالروح بالدم نبيك يا شباب شهيد نمرن شهيد نمرن باسم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء نعزي أنفسنا ونعزي عائلة الشهيد تليشار كفرناسة إن الكلمات لا تعبر على الألام الذي انسكب في صدرنا على رحيله لا شيء يواسي سوى الطريق الذي ماضون فيه رفاقه وكل من يرتدي رداء الشرف أولئك الشجعان الذين يقاتلون من أجل أن ترفع راياتنا عالية بالنصر الشعب المقاوم في الشهباء أيها الشعب الأبي شعب التضحية والفداء نستذكر اليوم في شخصية الشهيد دلشار كفر ناصح جميع شهداء الحرية والديمقراطية مرة أخرى مشروع الأمة الديمقراطية الفسيفسائي يتزين بلحمة مكوناتها عربا وكردا وسريانا وآشورا وغيرهم وغيرهم فالموزاييك الثقافي والامتزاج الحضاري قد أغنى هذا المشروع بل تعداه إلى امتزاج بالدم أيضا وما تضحية الشهيد للشركة فرناصح خير مثال على ذلك فهل من العقلانية إبادة مجتمع قد تعرف على حقيقته قد أدرك أنه هو من كتب التاريخ وهو من سطر ملاحمها وهو من حمل كرامة الوطن وترابه فكل هذه المكونات قد منحت هذا الشعب حق الريادة والتبني والقيادة لمشروع الأمة الديمقراطية إن ما يجري في سوريا الآن من تدخلات وسياسات وتصعيد عسكري لهو لضرب هذا النسيج الاجتماعي المتعارف عليه تاريخيا وحتى الآن لهو ضرب للمشروع الديمقراطي ولهو إدراك منهم لمقاومة هذا المجتمع لسياسة الاستبداد وسياسة الإجحاف بحق المواطنة للإسلام هذا هو أردوغان هذه هي الدولة التركية التي تقوم بارتكاب المجازر لقد حولت سوريا إلى ساحة صراع دموي قد دفع ثمنه هذا الشعب باهظا من القتل والتدمير والسلب والنهب والتهجير والمجازر فبالأمس كانت مجزرة تل رفعت وال
اليوم هي مجزرة عقيبة. هذا هو الوجه الحقيقي لأردوغان. أين هي الإنسانية؟ يا أيتها الإنسانية الصماء والبكماء والعمياء، فلتفتحي عيونك على آلام شعبي، هذا الشعب الذي يدفع التضحيات ويدفع ثمن هذه السياسة. لا تختبئوا الحقائق بين الصخور، ولا تحت قبور الباتون، ولا في قلاع الظلم. لا تختبئوا الحقائق، فكلنا شهود عيان على ما يفعله أردوغان ومرتزقته بمناطق الشهباء والشمال السوري، بل يتعدى على كامل الأراضي السورية وسيادتها. نهاية، نعزي عائلة الشهيد ونعزي شعبنا ولا